جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما جرى استعراض التطورات الاقليميه الراهنه ومساعي التوصل لحلول سياسيه للازمات التي تشهدها المنطقه